السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في السلطة الرابعة والتي نستعرض فيها أهم الأخبار في المواقع العربية والعالمية وأيضا الصحف المحلية. والبداية بالعناوين. المصدر أونلاين: منظمة تطالب بلجنة دولية للتحقيق في تصفية مواطنين في سجون تديرها قوات موالية للإمارات جنوب اليمن. وصحيفة القدس العربي كتبت: ألمانيا تعلن الانضمام إلى فريق الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة باليمن. وفي صحيفة الشرق الأوسط: ميليشيا الحوثي مصممة على استمرار معاناة الشعب اليمني. مرحبا بكم، والبداية من الموقع بوست، والذي تساءل عن تراجع الريال اليمني مجددا أمام العملات الأجنبية الأخرى بشكل كبير بعد أن تحسنت لحوالي شهرين منذ أواخر العام 2018. وجاء هذا عقب نشر رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد عبر صفحته بموقع فيسبوك مذكرة طالب فيها رئيس الحكومة معين عبد الملك بتوجيه الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتحقيق في فساد بالملايين طال عملية بيع وشراء العملات في البنك المركزي اليمني. وفي صعيد ذلك، يعتقد البعض أن الدعوة للتحقيق مع المتورطين بقضايا الفساد قد تؤدي إلى تحسن الريال، لكن يشير الصحفي المهتم بالشؤون الاقتصادية نبيل الشرعبي إلى تأثير الصراع السياسي على الملف الاقتصادي في البلاد، والذي يتصدره حاليا حزب المؤتمر الشعبي العام ودولة الإمارات العربية المتحدة. وبين للموقع بوست أن الحل لإيقاف ذلك التدهور يكون بالتعامل بجدية مع مخطط المؤتمر الذي انضم للشرعية، الذي يهدف من ورائه لمحاولة العودة للسيطرة على البلاد مجددا تحت مظلة الإصلاحات الاقتصادية. طلبت منظمة سام للحقوق والحريات بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في حادثة تصفية 23 مختف قسريا في سجون تديرها قوات موالية للإمارات في ظل عجز الحكومة اليمنية عن التحرك الفعلي على الأرض. وبحسب الموقع المصدر أونلاين، فقد كشف بأن المعتقلين في سجن بئر أحمد في عدن يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أربعة أسابيع، احتجاجا على عدم تدخل النيابة الجزائية والجهات المختصة الأخرى في البت بملفاتهم، خصوصا إن بعضهم يقضي 3 أعوام في السجون أو أكثر دون أي تهم تذكر. وأشارت المنظمة إلى أن هناك أشخاصا تم إخفاؤهم قسرا في السجون السرية، بلغ عددهم قرابة 23 مختف في سجون شلال وأبو اليمامة ويسران وصالح السيد التابع للواء الخامس والتحالف، ومنهم ضباط وجنود مدنيين بحسب شكوى للمعتقلين رفعوها إلى وزير الداخلية أحمد الميسري. وفي ذات السياق، فقد قال موقع اليمن نت إن معهد باريس الفرانكفوني للحريات دعا إلى وقف حملات الاعتقال التعسفية التي تمارسها جماعات مسلحة تتبع دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن، كونها تتم خارج الإجراءات القضائية ودون سند قانوني. وقال المعهد في بيان له إنه تلقى إفادات باعتقال جماعات مسلحة تتبع الإمارات الناشط السابق في المقاومة الشعبية اليمنية طارق محمد بقاش في محافظة عدن بعد أيام فقط من الإفراج عنه بقرار من النيابة اليمنية بعد اعتقاله لأكثر من عامين دون محاكمة أو تهمة محددة. وذكر الموقع أن بقاش كان معتقلا لدى جماعات مسلحة تتبع الإمارات في عدن، وجرى نشر صور له على موقع التواصل الاجتماعي توثق تعرضه لتعذيب جسدي ونفسي شديدين خلال فترة اعتقاله، وقد تم إعادة اعتقاله فور انتشار صور تعذيبه، وحمل دولة الإمارات وجماعاتها المسلحة في اليمن المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة بقاش، وهي مطالبة بضمان عدم تعرضه لأي تعذيب جسدي أو نفسي جديد والإفراج الفوري عنه. موقع العاصمة أونلاين:
قال إن مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة التابع للحكومة الشرعية نظم بالتعاون مع مركز العاصمة الإعلامي فعالية في مدينة مأرب حول أوضاع العاصمة صنعاء خلال العام المنصرم 2018. وبحسب الموقع فقد أكد أمين العاصمة صنعاء اللواء عبد الغني جميل في كلمة ألقاها في الفعالية إن العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية شهدت خلال العام 2018 انتهاكات متواصلة بحق المواطنين من اختطافات وتعذيب واقتحام ونهب ممتلكات خاصة وأيضا الممتلكات العامة ونهب المال العام. وأشاد اللواء جميل بالدور الحيوي الذي لعبه مركز العاصمة الإعلامي في توثيق الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا في نطاق أمانة العاصمة، داعيا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم في إدانة انتهاكات ميليشيا الحوثي والضغط على الميليشيات لإيقاف الانتهاكات والإفراج عن جميع المختطفين في سجونهم. الصحافة الخليجية أيضا سلطت الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية والجماعات الإرهابية، فصحيفة الخليج الإماراتية قالت إن ميليشيا الحوثي ارتكبت أكثر من 5000 انتهاك في محافظتي تعز وصنعاء في العام المنصرم 2018. وبحسب الصحيفة فقد رصد مركز حقوقي قرابة 1890 انتهاكا في مدينة تعز جنوب غربي اليمن خلال العام الماضي، جعلها تتصدر المدن اليمنية الأكثر عرضة للانتهاكات الإنسانية منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية وإشعال الحرب قبل 4 أعوام. أيضا في تفاصيل الخبر وبحسب تقرير نشره مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، فإن ميليشيات الحوثي تأتي على رأس قائمة الجهات المرتكبة للانتهاكات ثم المسلحين الخارجين عن النظام والقانون. وقتلت الميليشيا الحوثية 155 مدنيا بالقنص المباشر وقذائف الهاون والكاتيوشا، وكذلك الألغام والعبوات التي زرعتها في الطرق والجبال، وذلك من إجمالي 310 حالات قتل بين 40 امرأة و44 طفلا، وأودت الاشتباكات المسلحة للعناصر الخارجة عن القانون بحياة 59 مدنيا، فيما تسبب مجهولون بمقتل 37 جراء الاغتيالات بالرصاص أو العبوات الناسفة وفق التقرير. نقرأ في صحيفة القدس العربي تقريرا قالت فيه إن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في واشنطن قال إن بلاده سترسل مراقبين للانضمام إلى فريق تابع للأمم المتحدة يراقب وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية. وبيّنت الصحيفة أن تصريحات ماس عقب محادثات أجراها مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو إلى أن الوزير الألماني لم يذكر عدد المراقبين الذي تنوي برلين إرسالهم إلى اليمن. وأيضا في تفاصيل الخبر الذي ذكرته الصحيفة، ووصل فريق أممي للمراقبة بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت إلى اليمن الشهر الماضي للإشراف على تطبيق هدنة الحديدة التي تم التوصل إليها خلال محادثات السلام رعتها الأمم المتحدة في ستوكهولم بدولة السويد. صحيفة الشرق الأوسط قالت إن سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان أوضح أن اتفاق ستوكهولم الذي تم توقيعه بين الأطراف اليمنية في السويد يتم انتهاكه مرارا وتكرارا من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاق بالكامل لتحقيق السلام في اليمن. وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه في تويتر إن جماعة الحوثيين لم تكتفي برفض تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي وقعوا عليه، بل واصلوا هجومهم المسلح بما في ذلك هجمات الطائرات بدون طيار وقصف الأحياء السكنية وإطلاق صاروخ بالستي باتجاه السعودية. وبحسب الصحيفة فقد أكد سفير الرياض لدى واشنطن التزام تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية بتنفيذ اتفاق ستوكهولم
مطالبا في الوقت ذاته الأمم المتحدة بأن تسمي الطرف الذي أخفق في التمسك بتدابير بناء الثقة الأساسية المفصلية أو المفضية إلى اتفاق الاستوكهولم. وقال عليها أي الأمم المتحدة أن تحدد بوضوح من هو المسؤول عن الهجوم على المركبة المدرعة التي كانت تحمل كبير مراقبي الأمم المتحدة باتريك كاميرون، معتبرا ذلك تذكيرا بأن ميليشيا الحوثي خارجة عن القانون ولا تهتم بمصير الملايين من اليمنيين، الأمر الذي يؤكد ضرورة أن يواجه الحوثيون ضغوطا دولية متزايدة تلزمهم بتنفيذ الاتفاق. ختام السلطة، أترككم مع كاريكاتير اليوم.